إذا استعدادات لانطلاقة هذا الشوط على بركة الله، فتحت البوابات واندفعت الجياد المنتجة محليا عمر السنتين التي لم تربع على مسافة 1400 متر في شوطنا الأول بقيادة عابرهم في المركز الأول في هذه اللحظات، مع محاولات الآن كما تشاهدون لرقم 8 شامخ القوم للتقدم إلى المركز الرابع في هذه اللحظات، ومحاولة أيضا ل16 أمكن، وكذلك رقم 9 دويلة في محاولة للتقدم في هذه اللحظات مع سيطرة لعابرهم على المركز الأول مع بداية هذا الشوط والاقتراب من المنعطف قبل الأخير في هذه اللحظات. 16 الآن يتقدم، ومن الداخل أشاهد الآن التقدم لرقم 11 مرونق في هذه اللحظات، و16 أمكن من الخارج. المحاذاة تأتي الآن في المركزين الثاني والثالث في هذه اللحظة، بينما عابرهم في المشاركة والظهور الخامس آخر المشاركات المركز الثاني لعابرهم ممثل الأحمر في هذا الشوط، وهو يتقدم الآن ويسيطر على المركز الأول ما شاء الله تبارك الله من البداية وحتى النهاية بمستوى متصاعد فني رائع لعابرهم للإسطبل الأحمر لسمو الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز مع عبد الله العوفي، انطلاقة بشكل سليم ورائع إلى المركز الأول بكل قوة، انفراد بالصدارة، توسيع الفارق بينه وبين البقية. عابرهم يعبر المسار والميدان إلى المركز الأول بكل القوة ويخرج من هذه الفئة، فئة الإنتاج عمر السنتين التي لم تربح. ألف مبروك للأحمر، ألف مبروك.